طقس لطيف نهارا، عدم استقرارية الأحد على الاثنين، انخفاض ملموس لدرجات الحرارة يوم الاثنين. والآن مع باقي التفاصيل النشرة الجوية مع الزميل محمد الشاكر. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. وكما لاحظنا فأن الأجواء لطيفة في ساعات النهار في مناطق مختلفة من المملكة، ذلك نتيجة تأثر المملكة بتيارات هوائية ذات درجات حرارة تام على ارتفاعها بشكل عام خلال هذه الأيام. كما نلاحظ هذه الألوان المشار إليها باللون الأصفر تنم على وجود تيارات هوائية دافئة باتجاه المملكة. تبقى هذه التيارات الهوائية الدافئة موجودة معنا حتى نهار يوم الأحد الذي سيسود به طقس لطيف نهارا حتى ساعات المساء، ولكن اعتبارا من ساعات الليل ليلة الأحد على الاثنين ونهار يوم الاثنين يتوقع تقدم كتلة هوائية باردة باتجاه المملكة لتعود درجات الحرارة بانخفاض من جديد بمشيئة الله تعالى. أحوال جوية غير مستقرة منتظرة في المملكة تحديدا ليلة الأحد على الاثنين تؤثر على بعض المناطق لا سيما المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. تبدأ مع ساعات تقريبا مساء يوم الأحد هطول زخات من الأمطار في أقصى المناطق الجنوبية، تتركز هذه الحالة هذه المرة في منطقة العقبة وحوض منطقة العقبة بما في ذلك منطقة وادي رم جنوبا، لذلك نشهد زخات من الأمطار في هذه المنطقة قد تكون غزيرة أحيانا لبعض الفترات تعمل على جريان الأودية وتشكل السيول في هذه المناطق بشكل خاص بما في ذلك أيضا مدينة العقبة حوض خليج العقبة إضافة إلى منطقة وادي رم وأيضا المناطق الصحراوية الجنوبية الشرقية من المملكة بالإضافة إلى المناطق الشرقية من المملكة. باقي المناطق هناك فرصة لبعض الزخات المحلية من الأمطار عشوائية الطابع في ساعات ليلة الأحد على الاثنين، لكن هذه الحالة سريعة التأثير إذ أن مع ساعات صباح يوم الاثنين تتحرك جميع هذه السحب الممطرة شرقا وتتلاشى فوق المملكة فرص الأمطار بشكل تدريجي اعتبارا من ساعات صباح يوم الاثنين، جعلة الطقس غير مستقر لفترة مؤقتة مع ساعات ليلة الأحد على الاثنين وتتركز بالدرجة الأولى في المناطق الجنوبية من المملكة تحديدا في منطقة العقبة كما ذكرت ومنطقة وادي رم وحوض خليج العقبة بالإضافة إلى بعض المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية من المملكة. تستوجب الحالة الجوية هناك الانتباه من مخاطر جريان الأودية والشعاب وتشكل السيول لا سيما في المناطق كما ذكر الجنوبية الحدودية المتاخمة مع المملكة العربية السعودية العقبة وادي رم إضافة إلى منطقة جنوب شرق المملكة. هذه مناطق جميعها تستوجب الانتباه خلال ساعات ليلة الأحد على الاثنين. توقعات الأحوال الجوية نهار يوم الأحد، الطقس لطيف نهارا ومستقر يبقى في معظم أوقات النهار، درجة الحرارة العظمى متوقعة في العاصمة عمان ترتفع إلى حوالي 17 درجة مئوية، وبالتالي حتى الطقس يميل للدفء في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. ايضا تسود رياح تقريبا شماليه شرقيه الى شرقيه عفوا جنوبيه غربيه الى غربيه الاتجاه ودرجه حراره ملموسه تكون ايضا 16 درجه مئويه. اعتبارا من ساعات المساء تبدا الاحوال الجويه غير المستقره بالتاثير على المملكه وسيما في المناطق الجنوبيه والشرقيه من المملكه. درجات الحراره متوقعه خلال ثلاثه ايام القادمه، اذا كما ذكرنا الاحد 17 نهارا الصغرى 6 درجات، نلاحظ انخفاض درجات الحراره الملحوظ والمتوقع ان نلاحظه على الاجواء اعتبارا من ليله الاحد على الاثنين مع فرص لهطول بعض الامطار بمشيئه الله تعالى. يوم الاثنين تراجع كبير على درجات الحراره من 17 درجه مئويه يوم الاحد الى 11 درجه مئويه يوم الاثنين، تصبح درجات الحراره يوم الاثنين اقل من المعدلات المعتاده وطقس بارد يعود من جديد ظهور الكميات من السحب والغيوم ودرجه حراره الليل حوالي 6 درجات مئويه. ويوم الثلاثاء الطقس يبقى مستقر لكن بارد بشكل لافت، درجه حراره العظمى 12 درجه مئويه في ساعه النهار والصغرى ليلا 7 درجات مئويه. قبل الانتقال الى الراصد الصغير اليوم معنا شهد القحف، اود أعطاكم بعض التوصيات والتنبيهات بشأن الحالة الجوية المتوقعة في المملكة. بالأمر الأول تركيز حالة عدم الاستقرار الجوي سيكون في المنطقة الجنوبية تحديدا على المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية وادي رم
منطقة مدينة العقبة وحوض خليج العقبة. هذه المناطق هي الأكثر تأثيرا بهذه الحالة، وبالتالي ضرورة الانتباه بعدم التواجد في بطون الأودية أو مجاري الشعاب والسيول خوفا من جريانها وتشكل السيول في تلك المناطق، والتي قد تكون أحيانا منقولة من مناطق أخرى، وبالتالي ليس بالضرورة هطول الأمطار في منطقة معينة لضرورة تشكل السيول، فقد تخطر في منطقة مجاورة وينتقل السيل من منطقات مجاورة إلى تلك المناطق. وبالتالي فضرورة الانتباه بعدم التواجد في بطون الأودية، في مجاري الشعاب وفي المناطق المنخفضة والمنحدرات خلال فترة التأثير. هذه الحالة الممتدة من ساعات مساء يوم الأحد وليلة الأحد على الاثنين. أنتقل الآن إلى الزميلة شهد القحف للتعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى في المملكة، وهي الفائزة بمسابقة الراصد الصغير. والآن لنتعرف على درجات الحرارة العظمى والصغرى ليوم الأحد ابتداء من شمال المملكة. إربد 19 درجة ل 8 درجات، المفرق 18 درجة ل 5 درجات، جرش 19 درجة ل 8 درجات، وعجلون 18 درجة ل 7 درجات. البلقاء 17 درجة ل 8 درجات، عمان 17 درجة ل 6 درجات، الزرقاء 19 درجة ل 7 درجات، مادبة 18 درجة ل 5 درجات، والبحر الميت 24 درجة ل 14 درجة. الكرك 19 درجة ل 8 درجات، الطفيلة 17 درجة ل 8 درجات، معان 20 درجة ل 7 درجات، والشرا 16 درجة ل 6 درجات، والعقبة 22 ل 12 درجة مع فرصة لسقوط الأمطار. أرويشت 23 درجة ل 6 درجات، الصفاوي 20 درجة ل 4 درجات، والأزرق 23 درجة ل 6 درجات. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.